اهلا بيكم في حلقه جديده من عمايل ايديا. النهارده هنعمل مع بعض وصفتين حلوين جدا. اول وصفه معانا هتكون فاهيتا اللحمه، وتاني وصفه هتكون سموذي الموز بالفراوله. نطلع فاصل ونرجع مع بعض. تعالوا نقول مع بعض ايه هي مقادير اول وصفه معانا، وصفه الفاهيتا. هنعملها فاهيتا لحمه رول، هتبقى حلوه جدا. عندنا اللحمه هنقطعها زي الشاورما، عندنا الفلفل الملون، عندنا البصل، وطبعا الخضره، البهارات، ملح وفلفل، وعندنا الزيت والجواكامولي. الجواكامولي هو عباره عن الافوكادو، وايه وبنهرسه مع شويه ثوم. بنظبط بقى طبعا احنا ايه الطعم بتاعه، شويه ثوم والزيت، اهم حاجه يتهرس كويس قوي، ونحط معاه شويه ملح وفلفل ويطلع حلو جدا جدا جدا. عايزه افتح بس هنا الاول. تمام، تعالوا بقى ايه، عايزه اشوح كده الحاجه. هنشوحها، عندنا هنا الزيت اهو، هنجيب شويه زيت وايه نستنى لما كنا ايه بنتكلم قبل ما نطلع في الحلقه ان الزوج لازم يساعد الزوجه في كل حاجه. افرض تعبت تموت يعني، لا لازم يشيل عنها، لازم يساعد معاها، لازم الاولاد ياخد باله منهم فيها ايه، ما هي شايلاه طول عمرها. رايكم ايه يعني؟ برضو يا ريت تبعتوا تقولوا ان جوازاتكم بتساعدكم ولا لا. يعني في الطبيعي ممكن يبقى الزوج مشغول في الشغل، الحياه واخداه، يعني هنلتمس العذر. بس افرض الزوجه تعبت يعني ايه نموت يعني، اتكلموا بقى في الموضوع لان انا دمي اتحرق النهارده. فلو سمحتوا قولوا لي انتوا هتعملوا ايه، لو قولوا لي جوازاتكم بتعمل ايه، عشان احنا برضو عايزين نطلع الموضوع ده نصعده شويه. احنا ايه ملناش حق يعني عليهم؟ لا انا بعمل وبعمل. طب ما احنا بنعمل بس ما بنشتكيش، ليه ما بنشتكيش وانتوا بتشتكوا؟ اهو بصوا بقى كده، هنخليها هنا. ايوه اللحمه اهم حاجه، هنكون مقطعينها كويس جدا. عايزاكم تنقعوها في شويه ليمون او خل، ولو حابين تبقى طريه قوي شويه زبادي. هننقعها وايه وزي ما انا يعني هعمل لكم التتبيله بقى دلوقتي هنا كده معاها، وتطلع حلوه جدا، والصوص وكله هتعجبكم قوي قوي، وريحه البصل كمان معاها هتلاقوها ايه مخليها حلوه جدا. واحلى حاجه ان احنا ايه عاملين معاها صوص لذيذ كده خفيف. افوكادو من الحاجات الحلوه جدا، الاكلات دي من الاكلات الحلوه اللي بتخلينا يعني نغير في الاكل، وفي نفس الوقت يبقى اكل خفيف وحلو، مش بس طبعا الحوامل لكل الناس زي ما اتفقنا ان احنا ايه. دي كده بهارات اهو، نحطها كده ونعمل بقى احنا هنا كده. كده نحط بقى هنا الفلفل. نرش على اللحمة الخضرة وتتقلب معاها. لما تتقلب الخضرة معاها هتديها طعم وإيه وتستوي معاها، فهتلاقوا طعمها حلو جدا. واحنا مش عايزين نحدق الأكل قوي معانا، فإيه الصوص هيبقى هو خلاص حلو، فاحنا مش هنحدق الصوص معانا. أوكي، واحنا اتفقنا قبل كده إن الأكل كل ما كان ألوانه حلوة، كل ما كان تتبيلته حلوه طعمه هيبقى جميل جدا، وهنبقى عايزين دايما ناكل. وده ممكن طبعا يتاكل كطبق، نحط تحتيه عيش شامي، مش لازم عيش التورتيلا، نلفه في عيش شامي، نعمله في عيش فينو، يعمله في عيش بلدي، او اصلا من غير عيش، يعني ايه على حسب احنا عايزين طبعا ناكله ازاي. يعني اللي عايز يقلل شويه من ساعات احنا بنحب المحمر المشمر، بنحب الحاجات اللي هي الكاربس شويه، فايه فمش مشكله ان انا اجي اكل عادي بالعيش مره كده ولا حاجه،
من نفسنا احنا ممكن نعمل ايه؟ اهو كده اللحمة قربت خلاص، خضار بس يدبل كمان معانا اهو زي ما اتفقنا. عايزين اهو الخضرة وكده عندنا اهو استوى وبقى ايه حلو جدا، نقلبه مع بعض كده بياخد ايه الصوص منه معاه اهو. ايوه كده برضو عايزين ان المواضيع اللي بعتوها لي وحابين احنا نتكلم فيها اللي هي زيادة وزن الجنين دي طبعا من الحاجات المهمة جدا جدا. اللي حابب ياكلها طبق ياكلها طبق ويحط معاها الصوص وكده يغمس، واللي حابب يعملها سندوتشات هيعملها ايه سندوتشات. بقى نحط زي هنا كده اهو كده ونبدا بقى ايه ان انا اعمل الساندوتش. بس لازم العيش يبقى متغطي لان العيش لو مش متغطي هتلاقوه نشف. وزي ما اتكلمنا او زي ما اتفقنا ان احنا النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا للاولاد او للاطفال، وهو موضوع زياده الوزن، لان احنا بنبقى عايزين نعمل فكره زياده الوزن دي للجنين وهو في بطننا. لا لازم دايما عشان ابقى عارفه هو محتاج وزن زياده او لا، يعني يحتاج يزيد ولا لا، ان انا ابقى متابعه طبعا مع الدكتور بتاعي علشان ابقى عارفه. اهو كده الافوكادو زي ما اتفقنا عاملينه بطريقه حلوه جدا جدا جدا، الصوص بيطلع حلو قوي قوي قوي، فعايزاكم تجربوه وتقولوا لي. او ممكن تعملوه بطحينه، ممكن نعمل الحمص، مش ايه مش هتفرق. اوكي يلا كده وايه بقى علشان نمسكه تعالوا نجيب. فانا اول حاجه هبقى متابعه مع الدكتور بتاعي دكتور الاطفال بتاعي علشان ابقى شايفه وعارفه انا ايه، انا البيبي بتاعي كويس ولا محتاج يزيد شويه اهو. نقفل كده كويس، محتاج يزيد شويه، محتاج يزيد قد ايه. فاحنا دي عشان نعرفها لازم ابقى بتابع مع الدكتور بتاعي، دي رقم واحد. رقم اتنين لما نعرف هنعمل ايه، طبعا الدكتور هيقول لنا ايه اللي المفروض نعمله، بس احنا اهم حاجه ان انا في الوقت ده بقى خلاص بالذات في اخر شهور الحمل ابدا اشوف ايه هو الاكل اللي يقدر يخلي لي البيبي بتاعي صحته كويسه يزيد في وزنه عشان اعرف اولده يبقى نازل كويس ومظبوط. فدي برضو ايه من الحاجات المهمه جدا. عندنا بقى الاكل اللي انا بقى ازوده معاه، ناكل بقى العصاير، نشرب العصاير اللي هي الفواكه الطبيعيه، مش عايزين ناكل الحاجات المعلبه. اوكي وعايزين اهم حاجه ان انا ابقى ايه، ابقى باكل كذا وجبه في اليوم مش مجرد وجبه ولا وجبتين وانسى نفسي بقيه اليوم، لان دي بتحصل كتير جدا وبتحصل على طول تقريبا. فاحنا عايزين دايما ان انا بقى ايه ابقى واخده بالي علشان ايوه كده اهو. اوكي نبقى واخدين بالنا كويس جدا من الحته دي. دي كده ايه حاجه. حاجه تانية ومهمه جدا في الاكل، بس
استنوا بقى انا مش ايه عايزه اعمل السندوتشات وبعدين اقعد اظبط معاكم الحاجات دي. واحنا لو عايزين نعمله كريسبي شويه ومدخلاه بقى الفرن حابينه كده زي ما هو خلاص مش هندخل الفرن. اوكي اهو اهم حاجه التتبيله بتاعت الجواكامولي تبقى معموله صح لان ده من الدهون الكويسه جدا، واحنا اتفقنا ان الافوكادو من الدهون الكويسه لينا لجسمنا. واحنا بنبقى محتاجين بقى لزياده الوزن في الدهون الصحيه الدهون الكويسه، عندنا الافوكادو، عندنا المكسرات، عندنا الاسماك الايه اللي هي زي السلمون اللي هي غنيه بالدهون الكويسه الدهون الصحيه، عندنا بقى زيت الزيتون، وفي برضو الزيوت زيت الرز، دي كده الزيوت الكويسه لينا برضو. كده الزياده مش عايزين اهو، عايزين ناكل موز، عايزين ناكل تفاح، الفاكهه الايه الحلوه اللي تخلينا تدينا دايما الـ 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 الوزن اللي هو اللي انا ابقى محتاجاه للبيبي، مش الوزن اللي يخليني انا اتخن وخلاص، لا احنا عايزين وزن للبيبي. فايه فناخد الحاجات طبعا مع الفيتامينات اللي الدكتور كاتبها لنا، لازم نبقى ايه بناخدها وملتزمين بيها كويس جدا علشان ايه ما نزودش في الموضوع اهو. مع الراحه طبعا جسمك محتاج راحه، الراحه برضو بتكبر البيبي، دي حاجه معروفه. النوم حاسه مش قادره، لازم تبقي مرتاحه برضو، دي من الايه من الحاجات المهمه جدا اهو. ان شاء الله يجوا بالسلامه الاطفال كلها. ابعتوا برضو قولوا لي كام حد مسمي على اسم مامته باباه حماه حماته، عشان ايه العادة دي لسه موجودة ولا ايه ولا خلصت. تبقى حلوة قوي لما بيبقوا كبار بيشوفوا نفسهم في الصغيرين. اكيد عملنا 4 سندوتشات حلوين قوي، تعالوا بقى ايه اهو ندهن الايه طبق التقديم بتاعنا كده بالخضرة، نفرشها كده وايه نحط بقى السندوتشات اهي عليه كده، والصوص الجميل نظبطه ونقوم ايه حاطينه معاهم علشان اللي يحب يزود من الصوص يبقى ايه ياخد معاهم من. تعالوا على ما اظبط الصوص بتاع الفاهيتا نطلع فاصل نجيب الوصفة التانية ونرجع معاكم. زي ما اتفقنا ان احنا هنتكلم مع بعض، رجعنا لكم تاني مع الوصفة التانية، بس الاول هتكلم معاكم في زيادة وزن الجنين. زيادة وزن الجنين احنا عايزين ناكل حاجات معينة زي اللحوم الحمراء، عايزين البيض، ناكل لازم كل يوم بيضتين وكل يوم نشرب كوبايتين لبن بالذات في الفترة الأخيرة من الحمل علشان نساعد البيبي على النمو. عايزين ناكل الفواكه، ناكلها يعني نخليها السناكس بتاعتنا على طول، ممكن اللبن نستبدله بالزبادي، بالجبن البيضة اللي احنا عارفين ان هي طبعا جبنة بيضة مش العلب بقى وكده، عايزين حاجات في الفريش برضو. ممكن نستبدله بالرز بلبن، نعمل مهلبيه، يعني ايه ندخله معانا في الاكل. ممكن البليله بتبقى برده من الحاجات الحلوه جدا. عندنا برده زي ما اتفقنا ان المكسرات مهمه جدا جدا معانا، مهمه قوي، عايزاكم تركزوا برده في المكسرات. عندنا زيت الزيتون، الاسماك الدهنيه زي سمكه السلمون، وكل ده اختيارات كويسه علشان نزود وفي نفس الوقت يبقى للجنين، مش ايه مش احنا نزيد. وعايزين نقسم وجباتنا زي ما اتفقنا، مش عايزين ناكل مره واحده، احنا هنكتر من الوجبات بس في نفس الوقت
لان طبيعي في الاخر بنبقى بادئين ان احنا نبقى نحس بالجوع اكتر، فايه فعايزين ان انا اكل كويس بس في نفس الوقت ما اكلش الحاجات المحمره، ما اكلش الاكل اللي هو الدسم، احاول قد ما اقدر ان انا اقلل من اكلي الدسم واكلي المحمر. ده هيفرق جدا معايا، هزيد في الوزن بتاع البيبي في نفس الوقت انا ما اضربش. تعالوا نشوف السمودي بقى اللي احنا هنعمله. عندنا موز مجمد، وعندنا اهو كده، وعندنا الفراوله برضو متلجه. اوبا اوكي كده، هنخلي بقى دول كده معانا عشان ايه. وعندنا الزبادي والعسل والبرتقان، عصير البرتقان اهو، والزبادي ده لذيذ جدا. نحب ان احنا ايه ناكل حاجات دايما تكون فيها قيمه غذائيه وفي نفس الوقت طعمها يكون حلو جدا، ما ايه ما احسش ان انا مش عارفه اكل او اكلي بقى مش حلو او لا. واهو هحط معاها العسل اهو، تمام، ونضربه مع بعض اهو. يلا تمام. وبعد كده برضو عايزين ان احنا نمارس الرياضة. اتفقنا ان الرياضة مهمة جدا جدا لينا ولعضلاتنا، فعايزين ان احنا سباحة، مشي، نطلع السلم، كل الرياضة، اي رياضة هتعمليها مفيدة جدا ليكي وللجنين طبعا. ويعني النشاط ده بيساعد على ان الجنين يبقى في صحة كويسة والنمو بتاعه يبقى بطريقة صحية. وبرضو يعني هي مفيدة جدا لنا احنا في يوجا كمان. اليوجا من الحاجات الحلوة جدا، هنحس ان احنا نشطة، هنحس ان احنا مش كسلانين ومش تعبانين على طول، لا هنحس ان احنا ايه بنطلع كمان طاقة في حتة مهمة وحتة حلوة. وبرضو طبعا زي ما اتفقنا عايزين نرتاح، لازم ناخد يعني نعمل لنا ساعة او ساعتين في اليوم دول راحة لنا، نقسمهم بقى، مش طبعا مش لازم ناخدهم ساعتين على بعض. وبرضو هي بتجدد النشاط بتاعنا تاني، كل ما نبقى احنا مرتاحين كل ما ايه كل ما هنجدد نشاطنا احنا. وننام شوية برضو علشان كل ما بننام يعني مثلا في النص ممكن ننام ساعة في نص اليوم، ده برضو من الحاجات اللي بتكبر البيبيهات. ونقلل بقى من التوتر، من الخوف، من الخناقات، نقلل من الحاجات اللي هي ايه اللي هي هتضايقنا. الاكلات اللي بتساعد برضو، عندنا البروتينات الصحية، أنا براجع لكم تاني الكلام، البروتينات الصحية، الفواكه والخضار بشكل عام. وإحنا اتفقنا برضو إن في خضار معين بيدينا فيتامينات كويسة جدا، بيدينا طاقة كويسة جدا، وده من الحاجات الحلوة قوي هتلاقوها على مدار الحلقات إحنا كنا بنعيدها. وعندنا التفاح والموز بشكل خاص في الفواكه من الحاجات اللي هي كويسة بتزود في حجم الجنين. وعندنا طبعا العصاير الطبيعيه، هنبعد عن الحاجات المعلبه علشان الحاجات المعلبه دي بيكون فيها مواد حافظه احنا مش عايزينها. اللحم المشوي، الحاجات الحلوه عندنا لحمه مشويه، عندنا الفراخ مشويه، عندنا السمك المشوي، نبعد برضو عن المقليات. واحنا عايزين نشرب اللبن، اللبن لو مش هنشربه ممكن نعمله في صوره كذا حاجه تانيه، ده اللي اتكلمنا عنه النهارده. وعايزين نعمل 5 وجبات في اليوم خفيفه مع الاكل بتاعنا، وطبعا تبقى المقادير او الكميه بتاعتها ما تبقاش كتيره، عايزينهم قليلين بس متقسمين. وعندنا الحبوب الكامله دي من الحاجات الحلوه جدا، الشوفان من الحاجات الكويسه جدا اللي احنا برضو ناكلها. وعندنا الجوز واللوز مهمين برضو جدا. فانا عايزه ان احنا ايه الحاجات اللي فيها سكر كتير دي نبعد عنها، مش عايزين السكر الكتير عشان ما يجيلناش لا قدر الله اي حاجه مش كويسه. والاملاح الكتيره مش عايزين نحط ملح في اكلنا كتير، او ان انا اكل حاجات مملحه كتير. والاكل بالذات اللي بيكون فيه الموالح ده عايزين نبعد عنه خالص. والمخللات طبعا احنا فاهمين، وان انا هدي نفسي بالايه بالخضروات الغنيه بالحديد زي السبانخ والفلفل الرومي والبروكلي والجرجير، يعني عندنا حاجات كتير جدا احنا ممكن ناكلها هتدينا الفيتامينات الصحية اللي احنا عايزينها.
تعالوا بقى يلا عشان ايه نقدم. يلا بينا. هنحط السموذي بتاعنا الجميل. الكوبايات اهو. وايه؟ هوقع فيه اتنين علشان يتاكلوا معاه اهو. وممكن برضو نحط فيه نعناع، هجيب نعناع ونحطه برضو فيه. كده عملنا مع بعض النهاردة اول حاجة الفاهيتا، عملنا فاهيتا حلوة جدا ساندويتش، ممكن نعمله من غير الساندويتش او بالساندويتش زي ما انتوا عايزين. وعملنا مع بعض السموذي، سموذي الفواكه، الموز والفراولة بالزبادي والعسل وعصير البرتقال. اتمنى يكونوا وصفتين حلوين. اتكلمنا النهارده عن موضوعات حلوه جدا، اتكلمنا عن زياده وزن الجنين، اتكلمنا عن جوزك بيساعدك ولا لا، وردي وقولي لي طلع بيساعد ولا لا، ولو ساعد هتتوقعي منه ايه، وفي المقابل هو هيبقى عايز ايه، وهل هيقعد يذلنا طول حياتنا ولا هيتغاضى عن الموضوع وخلاص. ابعتوا لنا على صفحه البرنامج عمايل ايديا على فيسبوك او على انستجرام، وقولوا لي ايه رايكم في حلقه النهارده وفي الموضوع اللي احنا اتكلمنا فيه، واستنوني في حلقه جديده من عمايل ايديا.